احتل بغداد وسقوط دولة المماليك 1831. في نفس العام أصبح فيضان، وفي نفس العام انتشر الطاعون، بحيث يعني المؤرخين وخاصة عباس العزاوي وكذلك الرحالة اللي دونوا وسجلوا أحداث عن بغداد قالوا بأنه بغداد باليوم الواحد اللي كان تعداده 150,000 نسمة، 150 باليوم كانوا يموتون 1,000 واحد، والجثث أكثريتها كانت ترمى بنهر دجلة، والمتبقي من الناس كانت تقتل بالسراديب، والآخرين اللي عندهم الأثرياء والزناقين والشغلات رحلوا عن بغداد إلى أطراف بغداد والبصرة والحلة عن طريق نهر دجلة. فبغداد كانت خالية خلال هذه الفترة. عندما تنهض من هذه المجاعة والكوارث وكذلك الحرب وحصار بغداد، يعني لولا الطاعون، أنا حسب اعتقادي لولا الطاعون وكذلك الفيضان الكبير اللي دمر محلات بغداد، والماء قامت يطلع من البلاليع وعلى مستوى أمتار، لما تسقط دولة المماليك اللي كانت بقيادة داود باشنيان وكان تحت قيادته ما لا يقل عن 10,000 من الانكشارية، والانكشارية فرسان أقوياء يعني يعتمدون عليهم في الحروب. بس هذه الكوارث اللي أصبحت دمرت بغداد ودمر ما تم بناءه، مو الطاعون، الفيضان، الفيضان اللي هو دمر المعالم البغدادية الأثرية اللي هي، ولحنا احنا حضارتنا حضارة طينية، يعني مو حضارة دا تقول عليها مثلا أحجار أو فتشي. فبسرعة من أقل فيضان ينهدم، وكان ماكو صب ومن هذني البناء الحديث الآن، لا من أقل فيضان ينهدم البناء، وكان البناء على شكل طابوق آجر فرشي، وكذلك حتى أكثر البيوت اللي انهدمت كان من القصب وعيدان عود هذني العيدان اللبنة اللي كانت يستخدموها بالبناء، فهذا يعني ما تقاوم أثناء الفيضانات.